تفضل. حيت الشيخ صحيت. السلام عليكم. سلام. أنا اليوم جيت ننوه ونحذر ونبشر باللي الدخول الجامعي رايح يكون في وقته. في وقته المحدد اللي هو إن شاء الله سبتمبر. ما تخرجش يا شيخ، هذا وين جد تخرج. انا نقول لك حاجه، الطلبه ما يدخلوا لك يا شيخ في الوقت المحدد، ما انسى، ما يحبوش يقراوا، الطلبه يدخلوا لك مور العيد الكبير يا شيخ. وزيد نقول لك حاجه، انت يعني من بين الوزراء القلائل اللي ترشحوا للبرلمان وخلاوك وزير من بعد، كاين واحد اخرين اللي حاوهم، عندك الزهر يحبوك. فوطوا عليا، فوطوا عليا بتيارك، فوطوا عليا بكثره والحمد لله. ما تخرج حجار، ما تخرج على بالك بلي في تيارت كي ترشحت انت يا تادوليس تقلبت عليك الشيخ، تقلبت وزعفوا الناس وراحوا اشتكوا للمحافظات. اونفا على بالنا لا فعلا كيف يديروا تادوليس. مش توس طالب ايادو طالبة سمر، يبنوني الطالبة هادو، يبنوني هيقتلوني، ما حبوش يدخلوا قاعة المحاضرات. وينو؟ اسمح لي اسمح لي، انت ماشي الاستاذ مسعود، جيت مع بغبريط ذاك النهار. الاستاذ مسعود والان راني في الجامعة. صح، في الجامعة. احكينا على المستوى في الجامعة كيف راه. شوف يا اخي، المستوى راه متقهقر، راه متدني، راه متطرطر، ما كاينش مستوى. اما لهو الوزير تاع التعليم العالي قولها له. وزير، شوف السيد الوزير، على بالك من المستوى راه كبير، كاين مستوى، وحنا ننافسوا الجامعات الأجنبية. أنا نوافق، الأخ مسعود في كلامه، باللي مستوى الجامعة راهو في مستوى، الحمد لله، الجامعة الجزائرية راهي بخير. أنا حاسرة، ضغط الوزير اللي جيت بكي معاه، روح خطينا، روح مسعود. كاين مستوى. يا راه خطينا مسعود، ما تصح بالشتاء ولا تحت في الجامعه استاذ، حتى الكناس هذوك وجمدتوه داروا له مشاكل. احنا رانا نستثمروا في البيطون، رانا نبنيو في الجامعات، نبنيو في الكامبوس، والانسان من بعد ان شاء الله رانا نستثمروا فيه. سمعتوا ما بالمقلوب، ياك نورمال بتستثمروا في الانسان الشيخ، الماده البشريه هي الصح، وهذه الجامعات اللي كنت تبني فيهم سي بيان لي زانفراستركتور دايرين في كل ولايه جامعه. بصح هذا الشيخ ماشي هكذا، هذا ماشي جامع، الجامع لازم في كل كارتي كاين اوموان جامع. الجامعه الجزائريه بخير، الجامعه الجزائريه خير من الجامعه في اوروبا، خير من تاع كندا، خير من تاع افريقيا، خير من تاع امريكا. ومن هذا المنبر نقول باللي الجامعه الجزائريه خير من الجامعه العربيه. يا بابا يا راكم تشوفوها، انا كي تحب التوب ما تمنشرش فيهم هاد السياسيين يجيو ما تحش. سمعنا خير من كندا المستوى. على بالك الشيخ سعد تحيروني انتم المسؤولين الوزراء، راكم تهضروا صح ولا تمسخروا؟ سلالي يقول لك، مثلا اسمح لي شيخه، سلالي يقول لك مثلا معسكر رجعوها كاليفورنيا، انت تقول لي احسن جامعات، الاخر يقول احسن مستشفيات، راكم تمسخروا بينا ولا كيفاه؟ شوفها ايها الطالب، نقول لك واحد الكلمة، الجامعة الجزائرية هي بخير، أنت راك ماكش تتابع في التطورات، أنت راك جاي لهنا مع البتية وقاعد في السطح نتاعك هذا ماكش تسمع فيه والو. كاينة سيفري. يا صح قول يا شيخ، والعنف اللي راهو يتعرضوا للأساتذة من طرف الطلبة كيفاه؟ وهذوك ولا بالمواس، ولا الطالب يضرب الأستاذ بالمواس يا شيخ؟ كيفاش؟ في وقتي أنا؟ لا مافيا، في وقتي أبداً ما كانش منها. والله ما كانش من عام يقول لك. صح، هذيك الطالبه اللي طات تشيبه الاستاذ وصورته وخرجت حتى في الصحافه كيفاه؟ هذا ضرب استقرار الجامعه، هبلكم انا ما دامني على الوزاره، الريح ما يقيسهاش الجامعه. تهيئ الحجاره على بالك، ماك سابع بولا بحينك. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. صباح شويه. سلام. شكون انتم اخويا زاد من لي 16؟ شكون؟ انا حاجه شابه طالب اياد. وانا الطالبة سمر. بانوا لا مافيا هذو. انتم اللي يحوس عليكم مسعود. اروح الطلبة تاعك بجاو، اروح. وي مسعود صاحبي صافا. عرفتهم؟ هذا التلميذ اياد، وهذه التلميذة سمر، مستوى كبير في الخبز. انا قادر روحك. قول لي شحال ديت؟ عندك 0.5 في العام كله. والله ما سمعت. قول لي عندك 0.5 في العام كله. يا با بروبليم، نعطيك 5 دقات. ما ضربنيش. شوف يضرب فيه بالموس الطالب ويضرب في الاستاذ. هذه باينه كاميرا كاجي، كيف طالب يرمد الموس في الجامعه؟ كاميرا كاجي هذه، كاميرا كاجي. ما ضربنيش الاستاذ اياد، ما ضربنيش. انا يقول لك انت راك دكتور كبير في الخنز. بخسي ربي يخليك. وانت يا الاستاذ سمر، انت راك خنز وراك ديتي 0.25 في العام وصفر في الادب. استاذ عطيني يدك. ابا عطيت له تشيبه شيخ. شوف. تشيبه في الجامعه، كاميرا كاجي باينه، كاميرا كاجي. سبحان مغير الاحوال. شوف انت راكي دكتوره كبيره وتخرجتي وفي صحتك دكتوره في الخنز. مستوى.
بابا راكم تشوفوا هذا هو حال الجامعة الجزائرية.